في البداية رشحت نفسي في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبون، وأجريت مقياس موهبة والحمد لله اجتزته، ومن خلاله تم ترشيحي من إدارة تعليم أبكرية. بالنسبة لمبادرة الموهوبون العرب، تم ترشيحي من إدارة تعليم أبكرية وأجريت مقياس مبادرة الموهوبون العرب، والحمد لله اجتزته. ومن خلاله قدرت أني أترشح لبرنامج موهبة الإثرائية العالمي. أتاح لي هذا البرنامج أني أكتشف الشغف اللي بداخلي في العلوم الطبية والجراحية، وأني أجري تجارب علمية في مختبرات حقيقية، وأني أزور مستشفيات وأشوف بيئة العمل هناك. صح أني بعدت عن أهلي لمدة تقريبا 3 أسابيع، ولكن كانت تجربة جدا حلوة وفريدة من نوعها، أنصح الجميع في خوضها.